بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في المراجعة على الصفحة 45، المفاهيم المرتبطة بالمرضى المنومين. ايش المرض المنوم؟ المريض المنوم هو اللي بيشغل السرير، يعني بينام في المستشفى بيشغل سرير ويستخدم خدمات المستشفى التشخيصية والعلاجية. مش انا اقول والله المريض دخول واقول على والله نايم في المستشفى لازم يكون في ثلاث شروط. الشرط الاول موافقه اداره المستشفى، الشرط الثاني لازم نعمل سجل طبي خاص مع رقم، والشرط الثالث لازم ايش يروح ينام على السرير يشغل السرير. طيب مهم هذا اللي هو رقم اثنين ورقم واحد، ايش المريض المنوم ايش هو، رقم اثنين كل هذا الفصل مهم. تخيل المريض مهم جاي سؤال اختياري فيه، وفي جايك فيه برضه سؤال صح وغلط. لما قلت بنحول المريض من مستشفى لمستشفى اخر بنعمل تذكرة جديدة ونعطيه رقم جديد ولا نفس الرقم؟ يعني لو انا حولت المريض من مستشفى النصر لمستشفى الاوروبي بعطيه رقم جديد وملف جديد، لكن لو انا حولت المريض من قسم لقسم داخل المستشفى الاوروبي نفس السجل ونفس الرقم. يبقى بين قوسين مكتوب عندك السطر الثالث في بند 2، تحويل المريض من قسم إلى قسم آخر في المستشفى لا يعتبر دخولا جديدا، لكن تحويل المريض من مستشفى إلى مستشفى آخر يعتبر دخول إيش جديد. هذا جايك في عبارتين صح وغلط فيه، دير بالك. يتبع حساب دخول واحد للمريض المنوم خلال إقامته في المستشفى. لما نعمل تقرير عن اللي هو حالات الدخول بنفصل المواعيد الجدد في قائمة لوحده، تقرير المريض ومعنى الانهاء الرسمي لمكوث المريض في المستشفى ان الطبيب بيخرجه او بتوفى المريض او بحوله لمستشفى اخر او المريض بتروع على عادقه اللي هو حسب الطلب او المريض بيهرب من المستشفى من خروج هروب. طيب جايك برضه في 4 الوفيات المرضى، بنصنفها الى وفيات المرضى قبل مرور 48 ساعة، وفيات المرضى بعد 48 ساعة، وفيات اللي هو الأطفال الأجنة اللي هو وفيات الأجنة في بطون أمهاتهم. هذه 3 قوائم، قبل مرور 48 ساعة، في خلال أول 48 ساعة، بعد 48 ساعة، ووفاة الأجنة في قائمة الحال. إيش الطفل الخداج رقم 5 جايك صح وغلط عبارة؟ إيش هو الطفل الخداج؟ اللي هو البريماتيور اللي وزنه عند الولد 2.5 كيلو أو أقل. هذه العبارة جايك في الامتحان صح وغلط. نيجي لصفحة 46، تعداد المرضى المنومين ان بيشنت ديلي سنسس. ايش تعداد المرضى المنومين في اي وقت؟ يشير الى عدد المرضى المنومين في اي وقت. هل لقيته ولا بدي اقول؟ الساعة 7 مساء. قديش عدد المرضى المنومين؟ بنفعل الاقسام بحسب كم مريض في كل قسم وبجمعهم وبقول عند عدد المرضى المنومين هقدو هقد في اي وقت. يبقى تعداد المرضى المنومين يشير الى عدد المرضى المنومين الموجود في المستشفى في اي وقت. 8، تعداد اليوم بين المرضى المنومين، ويأخذ عادة هذه العبارة 8 في صفحة 46 جايك في الامتحان. تعداد المرضى اليوم كل يوم بنعمل تقرير أو قائمة بالمرضى المنومين كل قديش؟ كل 24 ساعة. الساعة قديش؟ 12 في الليل. هيجيك السؤال تعداد اليوم بين المرضى المنومين يأخذ عادة كل 12 ساعة. غلط، كل قديش؟ كل 24 ساعة، لكن الساعة قديش؟ 12 في الليل. ايش يوم المريض الداخلي؟ وحدة قياس استعمالية الأسرة المستشفى، وهذا سؤال امتحان جايك برضه صح وغلط أو اختياري. ايش وحدة قياس استعمالية الأسرة المستشفى؟ اللي هي يوم المريض الداخلي اللي هو بنقول عنه 24 ساعة من الخدمة المقدمة للمريض. الأيام المرضية للمريض الواحد تعني مدة إقامة المريض في المستشفى. لو المريض نام ويجيك سؤال حسابي، ها دير بالك، جايك سؤال حسابي انه المريض حسن سعيد ادخل المستشفى بتاريخ 17/3 وخرج المستشفى بتاريخ 28/3، ما قديش مدة اقامته او عدد ايام الدخول عدد ايام الاقامه؟ 28 ناقص 17 بيساوي 11. يبقى لما تحسب انا عدد اي مدة ايام الاقامه، اذا كان الدخول والخروج في شهر في نفس الشهر بطرح يوم الدخول من يوم الخروج، لكن اذا كان الدخول في شهر والخروج في شهر اخر بطرح يوم الدخول من عدد ايام الشهر وبضيف عليه اللي هو الايام في الشهر الثاني. يبقى ايش الايام المرضيه للمريض الواحد؟ اللي هي مده اقامه المريض بالمستشفى، مده اقامه المريض بالمستشفى. ب ايام المرض للمستشفى ككل خلال فتره زمنيه تعني الايام المرضيه التي انتجها المستشفى
في يوم واحد، مساوي لتعداد المرضى في ذلك اليوم، مساويا لتعداد المرضى في ذلك اليوم لفترة زمنية. العدد الكلي كل يوم بدي احسب عدد المرضى. لو قلت عدد المرضى عدد لو بدي اقول ايام المرض في الاسبوع الاول من شهر 6، بحسب يوم الساعة 6 كم مريض كان عندي، يوم 2 6، يوم 3 6، يوم 4 6، يوم 5 6، يوم 6 6، يوم 7 6، واجمعهم مع بعضهم. يبقى لفترة زمنية محددة يساوي المجموع الكلي للتعداد اليومي على مدار الفترة الزمنية. نيجي للمفاهيم، هذا كله انا شرحت الكلام. المفاهيم المتعلقة بنتائج المعالجة، في عندك المريض بيخرج من المستشفى على اشكال، ممكن شفاء، مريض شفاء تام ريكفرد، او تحسن، ما تحسنش، وفاة قبل او بعد 48 ساعة. نتكلم عن المؤشرات الاستشفائية ودورها في ادارة المستشفيات. في عندك المؤشرات المتعلقة بالبيانات الخاصة بالمستشفى، هي على شكل في ارقام، دائما الاحصائيات تكون عبارة ارقام مطلقة، يعني عدد صحيح او ارقام نسبية، قصور عشرية ونسب مئوية. ايش الارقام المطلقة؟ هذيك تجيك فيها سؤال امتحان اختياري. الأرقام المطلقة عدد الدخول، عدد حالات الدخول، عدد حالات الخروج، عدد العمليات الجراحية، عدد الأيام المرضية، عدد المواليد، عدد الوفيات. بقدر أقول أنا عدد اللي هو الوفيات 22 حالة ونص، لا، يبقى هذا رقم إيش؟ مطلق، عدد صحيح. أو بقول عدد العمليات الجراحية 55 عملية واثنين من عشرة، لا، عدد صحيح. يبقى الأرقام المطلقة يبقى أعداد صحيحة. يبقى في إحصائيات تطلع الارقام مطلقه، لا تكون ارقام مطلقه اعداد صحيحه، وفي ارقام نسبيه اللي هو نسب عشريه ونسب مئويه. فممكن يقول لك كلها من الاحصائيات ذات الارقام المطلقه ما عدا عدد حالات الدخول، عدد حالات الخروج، نسبه انشغال الاسره، عدد المواليد، نسبه انشغال الاسره. دير بالك من السؤال هذا، حيجيك اختياري. صفحه 46 47، معدل التعداد اليومي خلال فترة زمنية محددة، قلنا اللي هو مجموع أيام المرضى في الفترة الزمنية على عدد الأيام، يعني قصدي المعدل لمتوسط التعداد اليومي خلال فترة زمنية محددة. بجيب أنا يعني سؤال، بقول إذا كان مجموع أيام المرض، مجموع أيام المرض المرضى في خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2021 في مستشفى الأندونيسي 700 حالة، فما هو معدل التعداد، ما هو معدل التعداد اليومي أو متوسط التعداد اليومي؟ بقسم عدد أيام المرضى اللي هو 700 يوم على عدد أيام الأسبوع، الأسبوع الأول اللي هو 7 أيام، 700 تقسيم 7 بيساوي 100. يبقى معدل التعداد اليومي للمرضى خلال الأسبوع الأول 100 حالة، متوسط عدد الحالات في اليوم 100 حالة. ايش بيفيدنا هذا المؤشر؟ في عرفت مقدار الطلب على أسرة المستشفى والإقبال عليها، وكم هو عدد الأسرة المتوفرة لاستعمال كل يوم. اقرأ دير بالك منه، هذا النسب دير بالك منها كويس. نسب انشغال الأسرة ومعدل الإشغال، في معدل الإشغال خلال في يوم واحد، وفي معدل الإشغال خلال فترة زمنية محددة. لو بدي أقول نسبة انشغال الأسرة أو معدل انشغال الأسرة في خلال فترة زمنية محددة، اللي هو معدل التعداد اليومي اللي أنا حكيت فيه قبل بشوي الساعة، معدل المولد اليومي أو التعداد اليومي ضرب عدد أيام الفترة الزمنية على الأسرات المستشفى اللي هو أسرة التنويم أو الأسرة المتوفرة أو الأسرة الموجودة، هذه نفس المفاهيم. أو عدد الأيام المرضية خلال الفترة الزمنية على عدد الأسرة المتوفرة ضرب عدد أيام الفترة الزمنية. معدل الإشغال اليومي ليوم واحد، عدد المرضى على عدد الأسرة ضرب 100، عدد المرضى على عدد الأسرة ضرب 100. إيش أهمية أنا اللي هو نسبة إنشغال الأسرة؟ لو جاك سؤال قال لك إذا كان عدد المرضى في مستشفى أبو يوسف النجار يوم 8/6/2021 100 مريض، وعدد الأسرة 75 سرير، فكم تكون نسبة انشغال الأسرة؟ 100/75 ضرب 100، عدد المرضى 100 وعدد الأسرة 75، 100/75 ضرب 100 بيساوي قديش؟ ثلاثة
أربعة 400 على 3 بطلع فوق ال 120 130 أو 125%، 125%. أو مثلا إذا كان عدد المرضى بمستشفى أبو يوسف النجار 75 مريض وعدد الأسرى 100، 75 على 100 ضرب 100 بيساوي 75%. إيش بفيدني قلنا معدل انشغال الأسرة؟ بفيدني في معرفة اللي هو مؤشر العلاقة بين العرض والطلب. طب إذا كان نسبة انشغال الأسرة أعلى من المستوى المطلوب، هذا السؤال العبارة ديك في الامتحان صح وغلط، والعبارة التحتية برضه ديك صح وغلط. إذا كان معدل الانشغال أو نسبة الانشغال أعلى من المستوى المطلوب، يعني أعلى من 100%، يعني عدم كفاية الأسرة، يبقى بدنا نجيب أسرة ثانية. يعني في ناس نايمة على الأرض يبقى الأسرة بتكفيش، لكن إذا كان نسبة انشغال الأسرة أقل أو أدنى من الحد المطلوب، يعني إن الأسرة زيادة عن حاجة الناس وبالتالي بدنا نقص منها. السرير هو فارغ بيكلف 60 إلى 70% من اللي هو تكلفة السرير هو مشغول. استعمالة المؤشر هذا جاي في الامتحان، استعمالة هذا المؤشر اللي هو نسبة انشغال الأسرة جاي في الامتحان اختياري. ايش بدل استعمال المؤشر؟ مدى اقبال الناس على الخدمات، تحضير المبرمجين في تحضير مواد المستشفى السنوية، الإيرادات، معرفة الإيرادات، والإيرادات دائما العلاقة بينه وبين نسبة انشغال الأسرة طردية ولا عكسية؟ طردية. كل ما زادت نسبة انشغال الأسرة كل ما زادت الإيرادات، وكل ما زادت نسبة انشغال الأسرة كل ما زادت النفقات. يبقى العلاقة بين نسبة انشغال الأسرة والإيرادات علاقة طردية، والعلاقة بين نسبة انشغال الأسرة والنفقات علاقة طردية. وهي عندك جيم مهم العبارة هذه. الاستعمال الإيرادات المستهدفة ترتبط بالتواطؤ المباشر من نسبة انشغال الأسرة، حيث تزداد الإيرادات بشكل مباشر بازدياد نسبة الانشغال وتنخفض بانخفاضها. يبقى كل لو كانت نسبة انشغال الأسرة 90% بتكون الإيرادات أكثر، لو كانت نسبة انشغال الأسرة 60%. يبقى كل ما زادت نسبة انشغال الأسرة كل ما زادت الإيرادات، كل ما قلت نسبة انشغال الأسرة كل ما قلت الإيرادات. عدد أيام الاستشفاء، يدل هذا المؤشر على عدد أيام الخدمة المقدمة للمرضى الداخلين في المستشفى خلال فترة زمنية محددة، حيث يبلغ عدد أيام الاستشفاء للشهر ما مجموع عدد المرضى الداخلين في كل يوم من أيام الشهر. وقول حكيت عليه قبل هيك. استعملت المؤشر، اقراها براحتك وضروري تقراها. 48 تخطيط التزامات المستشفى المستقبلية وتقدير الإيرادات وإلى آخره. معدل الإقامة، وهذا هيك سؤال امتحان، أربعة صفحة 48. معدل أيام الإقامة جايك فيه. إيش بيساوي معدل أيام الإقامة؟ عدد المرضى المنومين خلال فترة محددة، عدد أيام المرضى، مش عدد المرضى، عدد أيام المرضية، على عدد الإدخالات، أو على عدد إيش؟ حالات الخروج. يبقى عدد المرضى السؤال كالتالي: معدل أيام الإقامة يساوي اللي هو عدد أيام المرضى المنومين خلال فترة محددة تقسيم أو على عدد حالات الدخول، عدد الإدخالات، أو على عدد إيش؟ المرضى المخرجين بما في ذلك حالات الوفاة. امشي معاي. إيش بدل يستعمل هذا المؤشر؟ ويستعمل هذا المؤشر للدلالة على نوعية الخدمات المقدمة وكوسيلة للرقابة وضبط استعمال خدمات ومنشآت وأسرة المستشفى وتسجيل الاستخدام. العبارة مهمة. يبقى معدل أيام الإقامة إيش بفيدني؟ يستعمل هذا، هو شفت جيم الفقرة اللي تحتيه الفقرة اللي بعدها، ويستعمل هذا المؤشر للدلالة على نوعية الخدمات المقدمة وكوسيلة للرقابة وضبط استعمال خدمات ومنشآت وأسرة المستشفى. معدل الدوران برضه مهم. معدل الدوران يعني كم مريض تردد على نفس السرير خلال فترة زمنية محددة. معدل الدوران بيساوي عدد المرضى المخرجين على عدد الأسرة، وهذا جاييك العبارة بالضبط. هذا معدل الدوران السرير يساوي عدد المرضى المخرجين بما في ذلك الوفاة على ألف عدد المرضى، ب عدد الأسرة، جيم عدد اللي هو الأيام المرضية، د عدد اللي هو الموظفين. على إيش يساوي عدد المرضى المخرجين بما في ذلك الوفيات على عدد الأسرة؟ طيب المعدل الدوار قلنا نسبة انشغال الأسرة ترتبط ارتباط طردي، يعني العلاقة طردية بين الإيرادات ونسبة الانشغال، لكن معدل الدوران ومدة الإقامة ارتباط عكسي. يعني
يعني كل ما زادت معدل الإقامة كل ما زادت إقامة المريض بالمستشفى كل ما قل معدل الدوران. هاي مهمة جدا، هذا عبارة امتحان برضو، ويجري بذكر أن معدل دوران السرير ويرتبط عكسيا مع معدل الإقامة في المستشفى، كلما زاد معدل الإقامة قل معدل الدوران، وكل ما قل معدل الإقامة زاد معدل الدوران. يبقى العلاقة بين معدل الدوران ومدة الإقامة أو معدل الإقامة علاقة عكسية وليست طردية. معدل خلو الأسرة 100 ناقص معدل إشغال الأسرة، معدل الخلو 300 ناقص أعلى معدل إشغال، معدل الخلو المتغير، معدل الخلو الكلي ناقص معدل الخلو الثابت، وهذه حكينا فيها. نسبة خلو فترة خلو وسلم ما شرحناهاش، نسبة عدد الموظفين إلى عدد الأسرة، وهنا جايك إنه هذه نسبة عدد الموظفين إلى عدد الأسرة تتأثر ببعض المتغيرات، منها تزداد النسبة في ازدياد حجم المستشفى، يعني كل ما زاد حجم المستشفى بيزيد عدد الموظفين. طيب زيادة هذه النسبة في المستشفى المتخصصة عنها في المستشفيات العامة، يعني المستشفيات المتخصصة بكون عدد الموظفين أو نسبة الموظفين لعدد الأسرة أكثر من المستشفيات العامة. مثال، لو أنا جيت قلت في مستشفى سين في 100 سرير ومستشفى عام، ومستشفى صاد في 100 سرير لكن مستشفى متخصص لا أمراض القلب أو لجراحة القلب المفتوح، حلاقي عدد الموظفين في المستشفى المتخصص بنفس عدد الأسرة أعلى من عدد الموظفين في المستشفى العام. يبقى نسبة تزداد هذه النسبة بإيش؟ في المستشفيات المتخصصة عنها في المستشفيات العامة، وكذلك الحال في جيم اللي هو في صفحة 49 تزداد هذه النسبة بالمستشفيات التعليمية عنها أكثر من المستشفيات غير التعليمية. مجالات استعمال المؤشرات اللي قلنا عنها سابقا بتفيدنا في تحضير الموازنة وبتمكننا من مراقبة أنشطة المستشفى وفعاليته بشكل مستمر. بعد حكينا على العوامل المؤثرة على استخدام المستشفيات، وجايك سؤال اختياري فيها، في عندك 14 عامل بيأثر على اللي هو استعمالية المستشفيات، حكينا فيها فش داعي نعيدها مرة ثانية، مهمة جاء فيها سؤال اختياري على الأقل. نيجي للفصل اللي بعده، الفصل التاسع اللي بيتكلم عن تصميم الهيكل والتنظيم الداخلي للمستشفى. قبل هيك حكينا المستشفى عبارة عن نظام فني اجتماعي معقد مفتوح يؤثر في البيئة ويتأثر بيها. وفي صفحة 51 أخذنا برضو من الفصول السابقة المعادلة الصعبة بتواجه إدارة المستشفى تتمثل في تقديم أعلى مستوى ممكن من الرعاية الطبية بأقل تكلفة ممكنة. انتقلنا لصفحة 52 وحكينا على العناصر المكونة للهيكل الإداري اللي هي مدراء الهيكل الإداري في الأقسام بنقسمها، في المستشفى تنقسم الأقسام في أقسام مهنية أو دوائر مهنية وأقسام اللي هو إدارية. وهذا جايك أكثر من سؤال، جايك سؤالين اختياري وجايك يمكن سؤال أو سؤالين صح وغلط. دير بالك على الدوائر المهنية والدوائر الإدارية، آخر صفحة 52 وأول صفحة 53 مهمة هذه. الدوائر المهنية يقول لك كلها من الدوائر المهنية بالمستشفى ما عدا قسم الجراحة، قسم الباطنة، قسم المختبر، الهندسة والصيانة ما عدا الهندسة إيش والصيانة، أو كلها من الخدمات الإدارية ما عدا الهندسة والصيانة، المحاسبة، المغسلة، قسم الأشعة ما عدا قسم الأشعة لأنه هذا إيش قسم مهني فني. فرق بينهم، هذا دير بالك، هذا سؤال مهم. طيب تنظيم إدارة المستشفى في الإدارة الطبية وفي إدارة التمريض وفي الإدارة العامة. الإدارة الطبية اللي هو قلنا رأس الهرم المدير العام للمستشفى عنده 3 أو 4 مساعدين، اللي هو المدير الطبي المسؤول عن الأطباء الإدارة الطبية، ومدير التمريض مسؤول عن الإدارة التمريضية مسؤول عن الممرضين، وفي الإدارة العام هي المدير الإداري ومسؤول عن كافة الأنشطة الغير طبية وغير
تمريضية. في أحيان بكون مدير الخدمات الطبية المساعدة اللي بنعتبرها الصيدلية والمختبر والأشعة والعلاج الطبيعي والعلاج النفسي، هذه خدمات طبية مساعدة. نيجي ل 54 المستشفى نظرية التنظيم. في عندك نظرية دليل التنظيم، النظريات القديمة والنظريات الحديثة. 54 نحكي عن النظريات، المستشفى نظرية التنظيم، النظرية الإدارية القديمة، النموذج الكلاسيكي جايك في سؤال الامتحان، في نموذج الإدارة العلمية اقراها، هنا قلت لك جايك ايش فيها سؤال امتحان، نموذج الإدارة العلمية. من النماذج الكلاسيكية الأخرى المبادئ، نموذج المبادئ الإدارية والنموذج البيروقراطي جايك سؤال امتحان فيه. يبقى اللي هو الإدارة، نموذج الإدارة العلمية في سؤال والنموذج البيروقراطي في سؤال، صفحة 54 55. هنا قلنا طب إيش مساهمات النماذج الكلاسيكية في إدارة المستشفيات، صفحة 54 أو 55. مساهمات المبادئ الكلاسيكية فادتني في مبدأ التخصص وتقسيم العمل، مبدأ اختيار العميل على أساس الكفاءة سؤال امتحان، اعتماد المستشفيات في تنظيم أنشطة على كثير من المبادئ الإدارية المعروفة. إيش المأخذ عليها؟ المأخذ عليها إنه هذه بتنظر للعاملين أو للموظفين، بتنظر للشغل نظرة ميكانيكية، يعني بتهتم بالشغل ولا تهتم بحاجات العاملين أو الموظفين. وأهم ما يؤخذ على هذه النماذج نظرتها الإدارة نظرة ميكانيكية محكومة بمبادئ وطروحات محددة للتصرف والسلوك والأداء، إهمال الجانب الإنساني في التنظيم. هاي ما يؤخذ عليها إيش مهمة هذه العبارة من المآخذ على ما تخليك المداخل أو النماذج الكلاسيكية، إهمال الجانب الإنساني، ها دير بالك. صفحة 55. طب النموذج السلوكي بيهتم اللي هو في أكثر من نموذج، سلوكين رواد حركة العلاقات الإنسانية، علم السلوك، هذا بيطلع على إيش؟ بينظر لإيش؟ تكلم عن سؤال امتحان، ها السلوكين الرواد، دير بالك هذا سؤال امتحان بركز على فهم السلوك، تحفيز العاملين والضروره ان يكون اللي هو العامل ذو معرفه واختصاص. المهم حركة العلاقات الانسانيه، علم السلوك، الاهم انه مساهمات المدخل السلوكي. صفحه 56 هذه جايه في الامتحان. مساهمات المدخل السلوكي في التنظيم يركز على كل النواحي الاتيه ما عدا تركيز على اهميه العنصر البشري، تركز على منهج البحث العلمي والتحليل العملي، تركز على أهمية المشاركة والديمقراطية، و بركز على تركيز على مصالح واحتياجات العامل ما عدا قصدي اللي هو هذا الكلاسيكي لا يركز. مرة ثانية السؤال مرة ثانية مشان احنا ما نتخربطش. مساهمات المدخل السلوكي في إدارة المستشفيات تتضمن كل الآتي ما عدا التركيز على أهمية العنصر البشري في تحسين الكفاءة والإنتاجية، التركيز على منهج البحث العلمي، التركيز على أهمية المشاركة والديمقراطية وهرمية واضحة ومحددة للسلطة. غلط، هذا النموذج البيروقراطي. يبقى دير بالك في جاي سؤال في النماذج الكلاسيكية والسلوكية وخاصة المساهمات، مساهمات المدخل الكلاسيكي ومساهمات المدخل السلوكي، تنظيم المشروع ما خدناهوش قلنا بدناش نتطرق له، والمستشفى كتنظيم مصفوف في برضه بدناش اياه، وحكينا الاخر للنظريات الحديثة. بدنا ان شاء الله المحاضرة الجاية نتكلم عن النظريات الحديثة في صفحة 58. يبقى تنظيم المشروع تنظيم المصفوفي فيش داعي تقراه لأنه مش داخل في الامتحان. صفحة 58 حبدأ من عند النظريات الحديثة اللي هي نظرية النظم، النظرية الموقفية، وإدارة الجودة. شكرا لكم وإلى اللقاء في محاضرة مراجعة ثالثة. معلش أنا قاعد براجع بمنتهى التفصيل مشان ما أغلبكوش. يعطيكم العافية.